اللي صاب كلين ممكن يصيب أي شخص، لوكيميا سرطان دم يصيب الكبار وصغار. بحالة كلين أم 3 أولاد بين وهي ببداية حملها. الفحوصات بينت انه الطريقه الوحيده لاشفاء هي بطريقه يعني بزرع البون مارو ترانسبلانت، زرع نقي العظم. اول شيء واحد بيتجه للعائله، لخيي اللي طلع منه مطابق، لفحصنا 7 من العائله حسب ما الحكيم قالنا مين نفحص، كمان ما كانوا مطابقين. بلبنان ما في هالعمليه بتنعمل بلبنان من حدا مش من العائله او ما بيقربنا. بلبنان صحيح ما في واهبي نقي العظم، البرنامج موجود بأمريكا وهو اللي خلص حياة كلين، متبرع مجهول الهوية قدم لنقي عظم نقله متطوع إلى لبنان باليد، وكانت أول عملية بكلية الطب والمركز الطبي ببيروت. مش بكل المرات بيلتقى دونر سواء عمل السيرش بلبنان أو برات لبنان، هي بيوقف على كم متبرع ممكن يطابقوا لهيك مريض. البرنامج الوطني لمتبرعي نقي العظم يؤمن ما يزيد عن 9 ملايين متبرع عالمي، والعملية بسيطة تتم كنقل الدم، ونسبة نجاحها يتوقف على تطور المرض وقت العملية، وتصل نسبة النجاح إلى 50%. واحد أيام بيقول بيستغرب إنه كيف في 17 مليون متبرع بالعالم وما في عنا نحن ولا بنك، ما بعد ما عنا بنك بلبنان لحتى نساهم مع باقي العالم بمساعدة هيك مرضى بحاجة لهيك عمليات. الدكتور دباجة يعمل لإنشاء سجل لواهبي زرع نقي العظم بلبنان وبالمنطقة العربية، وذلك يتطلب وعي، علما أن كلفة نقل نقي العظم باليد من بلد أجنبي والفحوصات والعملية تكلف بلبنان أقل من 200 ألف دولار أمريكي مقابل 250 ألف أورو بأوروبا وأكثر بكتير بأمريكا.